النظام الذي قام بتعرية إيطاليا يحاول مرة أخرى إيجاد كبش فداء، لأنه سواء كان مذنب أم لا يعمل على إبعاد النظر عن الحاجة إلى التغيير الحقيقي. في كتاب المتاهة الأنثوية، من الجنس إلى الحب، من البطالة إلى الاقتصاد، من السيطرة البنكية إلى المناخ، ستجد مكتوباً كل ما يجب ألا نعرفه. إنه الكتاب الجديد لألفونسو لويجي مارا، كتاب رائع، مجموعة رسائل حب جميلة في رسائل نصية بين لويزا وهي محامية شابة وباولو صاحب مكتب محاماة كبير يعمل فيه. إنه عميل لتحرير الأزواج والمجتمع من الاستراتيجية العاطفية الخادعة التي تعذبهم والتي أبطأت بحجم كبير مسيرة الحضارة. في مدة قصيرة يمكنك الحصول عليه أونلاين بالإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية والبرتغالية والروسية والصينية والعربية، وحالياً يمكنك تحميله الآن باللغة الإيطالية. 140 من 360 صفحة على مرة.it.